الناحيه الثانيه حاضر عندي تاسيس الشوربه. بسم الله. شوربه سي فود كلها بالنسبه لي ثابته، ولكن تفاصيلها بتبقى برضو يعني فيها حاجات بسيطه جدا. اول حاجه عندي كرفس على كرات مفرومين وبصلايه، ده اول الكلام خالص. تمام اهم. واجيب عندي معلقه، بسم الله، وانزل بالبصلايه كده مش كتير، والكرفس وكريات نص كميه البصل، يعني لو حط نص بصلايه يبقى قدهم او نصهم يعني كرفس وكريات كده. وهاجي هروح جايب عندي مع التشويحه دي مكعب زبده وسنه زيت كده، ادي الزبده وادي سنه الزيت، دي للشوربه، دي تاسيس. اوكي مشروم بقى اي تفاصيل بسيبها في النهايه ان شاء الله خالص كده، وسيبهم قدام عيني تاخده بشكل بسيط في السوق. ده كمان حبه حلوين للشوربه، خدت بالك؟ تعالى بقى نقفل الكلام ده كله بقى بحبه البشاميل ونشوف ايه الموضوع. بص هنا هرجع تاني واروح جايب عليهم هنا كمان البشاميل ده مرقه تاني بقى، عشان انا عايز اعمل شوربه. خدت الربطه، بدل ما احط زبده ودقيق، لا انا حاطط دلوقتي عندي بسم الله واحد ومالوش تاني، تلات كده، وحط عندي عادي جدا زي ما بحط ربع كوبايه كريمه، احط قدامها معلقتين زبده ودقيق مثلا يربطوا معايا، بيبدا معايا الشوربه. بص رحت ليفل، بص عندنا حبه حاجات كده نقفل بيها، انا ما اعرفش. طيب طبق الشوربه خلصان زي ما حضراتكم شايفين على جنب، تاتش الشبت في النهايه زي ما اتفقنا مع، بص كده معلش يا استاذ، انا اسف عشان بس ايه بحب اشغل في حاجه ما حد يشوفها. بص المنظر، بص جوه المشروم عامل ازاي والبسله، اه شايف في الفينش خالص، وحبه الشبت بس يبقى التست كده مختلف شويه.